طبعا كل المصريين وكل جماهير الكره المصريه من امبارح قاعدين في حاله سعيده جدا، قاعدين بنتفرج على اهداف منتخب مصر السته في منتخب جيبوتي، واهداف محمد صلاح الاربعه، وصلاح افضل كمان او اصبح بقى كمان هداف منتخب مصر في التصفيات. ماتش كان ممتع جدا، ولكن واحنا قاعدين سعداء وبنتكلم في كمان مجهود بيعمله اللعيبه والجهاز الفني. على طول منتخبنا بيطير بقى علشان يروح لليبيريا علشان يبدا يستعد للمواجهة القادمة أمام سيراليون. المنتخب قفل صفحة الماتش اللي فات وبيركز في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023. منتخب مصر حقق الفوز الكبير جدا أمام منتخب جيبوتي بست أهداف مقابل لا شيء، ماتش مهم جدا، بداية قوية لمنتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. طبعا البعثة اللي سافرت ضمت 22 لاعب، هم الشناوي محمد الشناوي أهلي، وكمان محمد صبحي وأحمد الشناوي بيراميدز، وكمان محمد هاني وعمر كمال وصبرو محمد عبد المنعم، أحمد سامي ورامي ربيعة، محمد حمدي وأحمد فتوح، مروان عطية والنني، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة وحمدي فتحي، وكمان محمد صلاح ومصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف وتريزيجيه ومرموش. ويترأس بعثة منتخب مصر الأول طبعا أستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا، احنا حلمنا الفوز في كل اللقاءات. اول لقاء مهم جدا انك تظهر بشكل شرس، تظهر بشكل قوي، بتبين قد ايه ان اللعيبه دي نازله مركزه، وده كان باين جدا من اول ماتش، وان شاء الله يفضلوا بنفس التركيز ونحقق فوز مهم يوم الحد.